امبارح كان في حدث مهم جدا، هو ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولازم نتكلم عن الدورة دي بشكل مختلف الحقيقة، لأنه الحقيقة إن كانت متميزة على أكتر من صعيد. أولا على صعيد اختيار الأفلام، فكان عندنا أفلام مجموعة كتير رائعة مهمة حقيقي. ومجموعة من أهم وأبرز الأفلام، وعروض كمان لبعض الأفلام العالمية لأول مرة كانت بتعرض في مهرجان القاهرة، زي ذا أيرش مان لمارتن سكورسيزي. كان عندنا أيضا مجموعة من الندوات والورش، والحقيقة كان مجموعة كبيرة كمان من خبراء السينما كانوا موجودين في القاهرة، في مش بس من الممثلين لكن كمان من المخرجين ومن كتاب السيناريو، وايضا كانت المكسيك ضيف شرف ايضا، وهي ضيف سينمائي مهم بالنسبه طبعا للامريكتين. وكمان كان عندنا حضور قوي من جمهور الجمهور، حقيقي، يعني وده كتير كان من الافلام ما شيء كانش مميز فيه جدا. تيكتس حقيقه طوال ايام العرض، ويعني بعض الاحصاءات اللي خرجت عن المهرجان بيقولوا انه في حضر اكثر من 40 ل 50 الف لعروض مهرجان القاهره السينمائي من الجمهور، ودي برضو تطور مهم لازم نتوقف عنده الحقيقه. طبعا يعني دي كانت من الخطوات الحلوه جدا، ويمكن يا حسام احنا كنا على مدار ال9 ايام على طول بننزل جدول لحضراتكم، وفعلا كان عندنا اكتر من مداخله ان في اقبال شديد من الجمهور بشكل عام. الجمهور العادي اللي كان يمكن المهرجانات دي بالنسبه له حاجه بيشوفها بس لقطات افتتاحيه او ختاميه في التلفزيون، ما كانش بيروح يحضر بنفسه، بس الحقيقي الدوره دي كانت دوره مختلفه ومميزه جدا. امبارح كمان تم اختيار فيلم انا لم اعد هنا اخراج فرناندو فرياس بجائزه الهرم الذهبي لأحسن فيلم. خلينا نروح نشوف مع حضراتكم دلوقتي باقي الجوائز ونرجع مرة تانية.